دائما باللاعب 12 نستضيف، يكونوا معنا كل اهل الخبره، كل اهل التجربه، نستمع الى ارائهم احنا نستفاد منها، وايضا جهازنا الفني ومدربينا وحتى اتحاد الكره وكل من له صله بمهمه منتخبنا الوطني الان التحضيريه لاستراليا، نسمع ارائهم ونتابعها. وبالتاكيد هذه جايه من حب ومن عمل كبير ومن تجربه مع المنتخبات الوطنيه والانديه ويعني الاحترافيه ايضا. فبالتالي واحد من خبرائنا الكرويين الكابتن القدير الكابتن قاسم حمد ابو حديد، مدرب حراس مرمى العراقي المعروف، نتمنى له الصحه والعافيه ونتمنى له كل الخير والسعاده والبركه. فبالتاكيد حدث للاعب 12 عن يعني اهميه ما يجب ان يقوم به الجهاز الفني ووضع الفريق العراقي الان في هذه الفتره. نتابع. كابتن قاسم، انت دائما تكون قريب من المنتخب العراقي، الانطباع الاول عن المنتخب؟ والله انطباع جيد جدا، وبعدين اللاعبين يعني وضعهم جيد بصراحه، واكو رغبه كبيره وحاسين بالمسؤوليه، وطبعا تعرف المسؤوليه كبيره يعني، والوقت جدا صعب يعني، ولذلك لاحظنا انه الفريق في وضعه سواء النفسي او الاداري بصراحه جيد جدا يعني، حتى البدني ان شاء الله يعني، فوضعهم يعني جيد يعتبر. المباراة الأولى تابعتها حضرتك امبارحة، كيف كان الأجواء بشكل عام؟ طبعا تدري المباراة التجريبية مو مقياس يعني، المباراة التجريبية تختلف يعني عن المباراة الرسمية، بس يعني نقدر نقول انه الفائدة احنا يعني استفادينا منها كثير يعني، هي مباراة بصراحة دون يعني مستوى وسط يعني، ليس مستوى عالي، وهو هذا حال مباراة تجريبية، إضافة إلى انه كابتن راضي والجهاز الفني اللي معاه هم رادوا يجربون بعض اللعيبه، وجربوا بعض اللعيبه وهي فكره ممتازه لان العدد كبير يعني. فاعتقد الفائده نعتبرها جيده كبدايه، بدايه اول مباراه تجريبيه، اعتقد استفاد الفريق العراقي بها كثيرا بصراحه. توقعاتك لمباراه اوزبكستان؟ والله ان شاء الله تكون احسن، ليش؟ لانه الفريق تقدر تقول احنا اول فريق استعدينا يعني، وايضا هاي ناحيه جدا جيده يعني، وهي اول مره احنا نستعد من وقت يعني، يعني منتخبات يعني اليوم منتخب الامارات اليوم غادر الى استراليا، احنا لا بالعكس يعني اكو شيء جيد يعني، فاعتقد المباراه القادمه يمكن احسن والاخرى يكون احسن، واعتقد عندما يوصل الى استراليا الفريق يكون جاهز بشكل جيد، لانه المباريات هذه هي راح يعني تقدر تقول تخدم الفريق كثير يعني خلال يعني هذه الفتره يعني القصيره يعني، فاربع خمس مباريات اعتقد جدا ممتازه، فانا اتوقع كل مباراه عن مباراه تكون احسن، فاتوقع مباراه اوزباكستان نكون احسن، واعتقد يصير تركيز اكثر على التشكيل الاساسي يعني، وهذا مهم يعني. مهدي دائما موجود، اذا ما يطلع بالبرنامج البرنامج يعني ما يحلى، فبالتالي تواجده واللقاء وياه امر ضروري ورئيسي بكل معسكرات المنتخبات الوطنيه. شوف مهدي ايش قال ونرجع لكم. كابتن، ما راح احكي شيء يعني خاص بالمنتخب، بدي احكي عن موضوع الجمهور، كيف لقيت جمهور العراق امبارح؟ لا البحث جمهور العراقي اقول لهم اني شكرا الصراحه، ولا منتخبهم هذا كانوا ناس مبدعين البارحة، وشجعوا الفريق العراقي وكانه الفريق العراقي كان فايز بكاس الخليج، يعني ما كان له فريق طالع من كاس الخليج، اجوا شجعوا الفريق وشدوا من عزمه ووصلوا لهم رساله، قالوا لهم احنا معاكم، احنا اين ما تذهبوا يكون الجمهور العراقي خلف المنتخب الوطني، ونشكركم كقناه الشرقيه انكم تتابعون المنتخب وبارك الله بكم، لان المنتخب البارحه قدم مباراه حلوه وجميله وفرحنا البارحه، اطمئنينا على منتخبنا، كنا خايفين يعني كنا خايفين الصراحه. من كاس الخليج كنا خايفين على المنتخب، بس البارحه من شفنا الجمهور افرح والجمهور اطرب والجمهور شجع المنتخب العراقي، وكنا الحمد لله والشكر فرحانين بالمستوى اللي قدمه البارحه، وقلنا لهم شكرا للاعبينا، وكنا يعني الجمهور كله وياهم، وان شاء الله حشوف مباراتنا مع باكستان راح الملعب كله يولع ويشجع المنتخب العراقي. طبعا يوم امس كان العدد قليل بالنسبه لموضوع الجمهور، توقعاتك لمباراه اوزبكستان من ناحيه جماهيريه ومن ناحيه بشكل عام اداء المنتخب؟ لا انت بتشوف البحر ملعب النادي الحمريه ملعب يبعد عن المدينه حوالي 60 كيلو ووصلوا للعالم، يعني منطقه نهائيه
وراحوا الناس وصلت وناس شجعت منتخبها، يعني كيف راح يصير الملعب هذا بصفهم بالشارجة؟ وأنا من خلال قناة الشرقية وقناة اللاعب 12 أقول للجمهور العراقي من يشاهدون المهدي بهذا البرنامج، أقول لهم تعالوا شجعوا منتخبكم يوم الخميس مع أوزبكستان، ولا تدعوا منتخبكم وحيدا، ولو كان حب للعراق جريمة لكنت أنا أول المجرمين، أنا مع المنتخب وأذهب لأستراليا، راح أروح لأستراليا ومن جيبي الخاص وطيارتي على حسابي، لأن راح أشجع منتخبي، هو اسم العراق، العراق البطل، العراق الكبير. على كل مجموعة من تدريبات الفريق العراقي نتابعها الآن، ويعني مهدي ضحكني، فبالتالي كل الشكر لمهدي ولكل المشجعين العراقيين اللي يتابعون التدريبات، ونتمنى دائما المؤازرة مع الفريق العراقي مثل ما عودنا الجمهور بكل مناسبة بكل مباراة يشجع الفريق العراقي ويتابعه. وبالتأكيد يعني شكر للزميل حازم العطار على الجهد الكبير اللي بذله يوم أمس بمتابعته للفريق العراقي بالوحدة التدريبية، ويعني اللقاءات مع اللاعبين، تابعنا اللقاءات مع اللاعبين مع المدير الفني مع أعضاء الاتحاد مع خبراء كرة القدم وكل من يتصدى لمهمة إنجاح الفريق العراقي وإنجاح مهمة الفريق العراقي في أستراليا 2015، كل الشكر الجزيل لهم. ويعني الآن لقطات خاصة باللاعب 12 راح نحطها لكم، وتتابعون التدريبات الوحدة التدريبية اليوم أمس الفريق العراقي نتابعها الآن، وأنا يعني أودعكم ونلتقي غدا إن شاء الله بنفس الموعد. أتمنى لكم يعني يوم جميل، وأتمنى أن تكون تغطية اليوم مناسبة لكم، وقدمنا فيها كل شيء عن المنتخب العراقي في معسكر الإماراتي. شكر طبعا لزميل ميثم الحسني اللي كان معنا عبر التلفون من بغداد، وأنا أشكركم الشكر الجزيل، وأتمنى لكم طبعا أعياد سعيدة، أعياد ميلاد مجيدة، وكل عام وأنتم بألف خير. مع السلامة.